استلمت وزارة الشباب والرياضة ملعب معاوية في محافظة لحج لمؤسسة مقاولات خاصة لإعادة تأهيله، وذلك بحضور محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله التريكي أو التركي ومدير عام المشاريع في الوزارة. أثناء التسليم حث محافظ محافظة لحج المقاول على ضرورة سرعة إعادة تأهيل ملعب معاوية وفقا للخطة المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة وبالفترة المحددة المتفق عليها في العقد. وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة تأهيل ملعب معاوية بلحج 514 مليونا و 356 ألفا و 419 ريالا يمنيا. نبدأ استئناف العمل من يوم غد بإذن الله، وسننجزه بأقرب وقت ممكن، فترة قصيرة على موجب المواصفات والمقاييس، ونتمنى التوفيق في الجميع في المرحلة القادمة بإذن الله. اليوم تم تسليم الموقع العمل الشركة المنفذة المقاول، والعمل عبارة عن تأسيس البنية التحتية وقنوات الصرف لصحن الملعب. فالمشروع إن شاء الله خلال 6 أشهر يكون جاهز، ويتم التعشيب وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة. نشكر معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري على مجهوده الجبار في إعادة تعشيب ملعب الشهيد معاوية في محافظة لحج، ولا ننسى الدور الذي قام به الوزير في إعادة الملعب وترميمه إلى ما كان قبل الحرب.